معنا مدام لطيفة مرزقي، رئيسة مركز الدراسات والتبادل للتنمية المستدامة، اللي غتهضرنا على هذا الرواق. عندنا هنا في هذا الرواق حنا كنشتغلوا على الدبلوماسية التقليدية. اليوم كيحضر معنا في هذا اللقاء 45 قادة تقليديون وملكتين، واحدة من الكونغو كينشاسا لا غين ديامبي اي لا غين شيباتري ارك نوبيا. الدور ديالهم هو دور في الحقيقة جبار، لأنه يقوم بالصلح وكذلك الوساطة بين الجهات اللي هي عندها صراع. من غير هذا هم الآن كيوجدوا المشاريع والشراكات مع عدة جهات من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل لمناطقهم وكذلك للمناطق التي هي تابعة لهذا المجلس الإفريقي للقادة التقليديون وكذلك القادة للتراديسيون سيتادير العاديين. اذا الحضور ديالهم هنايا هانتي من نهار اللي جينا هنايا تقريبا لهذا الستوند، يوميا هناك شراكات، هناك ديناميه تحمل الجديد للاخوان في القاره الافريقيه. هما الى جانب الدبلوماسيات الرسميه يؤدون دورا مهما من اجل مساعده وتثبيت كل ما تاتي به الدبلوماسيه الرسميه، لانه حان الوقت لان يتكلم المجتمع المدني في إفريقيا ولأن يأخذ دوره الحقيقي وأن كذلك يدافع عن خيراته وعن موارده الطبيعية التي هي سبب غنى الدول الأوروبية. شنو هما أبرز القضايا اللي كتناقش هنايا في هذا الجمع؟ الأكثرية ديال القضايا اللي كيناقشوها هي قضايا اجتماعية تخص بالضبط الجانب الاجتماعي للمواطن الإفريقي فيما يخص التطبيب وفيما يخص التمدرس وكذلك البنيات، توفير البنيات التحتية في إفريقيا حتى نتمكن من مناداة المستثمرين وكذلك لخلق جوانب هامة لتشغيل أبنائنا وإنهاء هذه العاهة ديال الهجرة وموت أبنائنا في القوارب. أين تبرز المشاركة المغربية في هذا؟ سأتكلم بصراحة، هناك تقصير، هناك تقصير في هذا الجانب وهو الاهتمام بالدبلوماسية التقليدية، وأنا سأترك الوقت الكافي لإخواننا المسؤولين حتى يعرفون جيدا الدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية التقليدية وإعطائها حقها مع تحفظات بطبيعة الحال حتى نحافظ على الأمن في بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.